جديد معنا متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أستاذ أوفير جندلمان. أستاذ أوفير، أولا إسرائيل عضو في الأمم المتحدة ويجب عليها احترام القانون الدولي، ومن المفترض أن القرار ملزم للدول الأعضاء، فلماذا ترفض إسرائيل تطبيق قرار وقف إطلاق النار؟ نحن نحترم القانون الدولي ونحترم مجلس الأمن، ولكن هذا القرار للأسف غير لائق للتطبيق لأن حماس قد رفضته. يعني يجب على هذا القرار أن يطبق من قبل الطرفين، وعندما الطرف الأهم يرفض هذا القرار كيف نستطيع أن نطبقه؟ نعم، ولكنكم تملكون من القوة ما يفوق بكثير قوة حماس، فلماذا لا تبدأون أنتم باحترام القرار؟ هذا القرار يجب أن يخدم مصالحنا ويجب أن يغير الأوضاع الميدانية في القطاع. عندما حماس ترفض هذا القرار لا يمكن أنه يأتي إلى مرحلة التطبيق، ولذلك وقف إطلاق النار من جانب واحد لا يساعد الوقت راهن ويساعد حماس، وهذه ليست المصلحة الإسرائيلية وليست المصلحة الفلسطينية. يجب أن نضع حد لقدرة حماس بإطلاق صواريخ على إسرائيل، ويجب على القرار الأممي أن يعكس هذا. يجب أن تكون هناك تدابير أمنية صارمة وحازمة، ولكن هذه التدابير ليست موجودة في هذا القرار. هذا القرار لذلك ليس مناسبا، ونحن نتطلع إلى قرار آخر يعكس بشكل أفضل الأوضاع على الأرض والمصالح الإسرائيلية. نعم، قلتم أو الحكومة الإسرائيلية قد وعدت بثلاث ساعات من التهدئة يوميا، ولكن هذا القرار لم يحترم، فلماذا؟ لا، الحق ليس معك، انت على غلط. كل يوم توجد اليوم كان هناك الغارات استمرت ولم يكن اي احترام للثلاث ساعات التي تكلمتم عنها من قبل. هذه المهلة الزمنية هي فعلا منوطة بتصرفات حماس. عندما تطلق حماس النار على قواتنا يجب على قواتنا أن ترد النار. يعني إذا أرادت حماس أن تعطى للمواطنين المهلة الزمنية اللازمة لتزويدهم بالاحتياجات الأساسية يجب على حماس على تحترم وقف إطلاق النار، ولكن هذا لم يحدث. لا يمكن أن تكون هناك تهدئة أو حذية الجانب. إذا التزمت حماس بوقف إطلاق النار سنلتزم به نحن أيضا، ولكن نحن نرى ماذا سيحدث على الأرض. عناصر حماس يختبئون وراء ظهور الأطفال والنساء، هم لا يواجهون جنودنا وجها لوجه، هم يختبئون، هم يخافون. هذه البطولة العربية، هذه البطولة الحمسوية، هذه جبانة، ولذلك يجب أن نواصل هذه العملية لكي نوفر الأمن لمواطنينا. حتى اليوم الرد الحمساوي على قرار الأمم المتحدة كان إطلاق العشرات من الصواريخ على إسرائيل. يعني هذا هو الرد الصارم من قبل حماس للكل الجهود الدولية. نعم، هي دائرة مغلقة للعنف. شكرا لك أستاذ أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية. ومعنا في الاستوديو للتعقيب على هذا الموضوع الزميل توفيق مجيد.